الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، فاللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الحضور الكريم على تلميذه الدعوة، ونشكره كذلك على سعة صدره وتحمله ما كان من عوائق وعقبات، فالمكتب لا يسعه إلا أن يشكر هذا الحضور الكريم ويشجع فيه ارتباطه الوثيق بهذه الدار وبدينه. ونشكر ضيفنا العزيز الذي لم يبخل علينا بالحضور، فتحمل مشاق السفر وتششم وعثاءه ليلتقي معنا في هذه الساعة المباركة بهذا المكان المبارك في هذا الشهر المبارك. وحتى لا أطيل، فالدكتور محمد الفايد غنيٌ عن كل تعريف، وإن كان يقلقه أن نتحدث عنه ببطاقة تعريفية، فلا بأس إن شاء الله تعالى أن نعرف به للحضور ولو بعجالة. فالدكتور محمد الفايد متخصص في الصناعات الغذائية، حاصل على دكتوراه في تحويل المواد الزراعية، ودكتوراه أيضا في البيو تكنولوجيا، ومهندس دولة في الصناعات الغذائية على الصعيد الدولي داخل المغرب وخارجه، كما أنه عضو نشيط في مجموعة من جمعيات داخل المغرب أيضا وخارجه، فهو عضو في أكاديمية نيويورك للعلوم، وعضو في جمعية البحر الأبيض المتوسط، وجمعية حماية وتوجيه المستهلك، وجمعية الجودة بفرنسا، واللائحة طويلة والقائمة لا تحصى. وإن سمح للدكتور أن أضيف إلى القائمة شيئا ولو يسيرا لعله كان معنا في آخر لقاء معه، فالدكتور، وهذا سؤال حامل لكتاب الله تعالى، فكان قد وعدنا في آخر لقاء كان بيننا أن بقي أنه بقي له يعني أجزاء قليلة من كتاب الله عز وجل، فهل أستطيع أن أقول دكتور محمد فايد أيضا أضيف إلى القائمة حامل كتاب الله تعالى؟ وأقدم الدكتور وأعطيه الكلمة كما قلت، فمعذرة لبعض الحضور الذي أصابه الضجر، فهذا خارج عن طاقتنا، فمعذرة ومعذرة. وأخيرا مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم. بكذا، والعلوم كذلك أخذ
العادات تبين بعضا من الوحي، أقول بعضا من الوحي ليس كل الوحي. فكان يعني العلوم التي الآن نتناولها من طب وزراعة وفلك وبيطرة وعلوم الأحياء وعلوم الكيمياء ويعني علوم الهندسة وما إلى ذلك توصلوا إلى بعض الأشياء الطفيفة ربما تبهر الناس، ربما تبهر يعني هكذا أمامنا الآن كاميرا ستنقل الصورة والصوت، نعم يستمعون الناس للشريط وكذلك هذه المهوات وكذلك الضوء لما لا، هو الآن عندنا مكبر الصوت حتى الناس في الوراء يسمعون، الناس يقولون هذه علوم، علوم نسخرها للبشر لأنها هي هكذا جاءت لتسخر للبشر. كاين اللي ما تسمعش ولا ما كاينش مشكل؟ ما كاينش مشكل. أن تنبهرون من العلوم وستتمنون أن لو لم يخترع الإنسان هذا الضوء لكان خير، لكان خير. الناس كانوا حافظوا 60 حزب كانوا كيضووا بالقشير، ها عرفتوا القشير ديال الدوم، كتبوا اللوحة حافظوا 60 حزب. حنا عندنا الحاسوب والضوء، عندنا الطوموبيل تدي الدري وتجيبو، ما حافظ جدول الضوء يعني في الإعداد. يعني عليه قوة الإنسان الآن يعني انحطت وانحط يعني تحطمت ما شاء الله. العلماء الآن هذا آخر تقريبا آخر ما نشر، ليس آخر لكن النشر كل يوم، ونطلعكم على بعض الأبحاث التي يعني تأتيني مباشرة. الآن في أمريكا وجدوا على أن ضوء الشمس ينقص من السرطان، ضوء الشمعة لا يزيد فيه ولا ينقص منه، والضوء الاصطناعي يزيد في السرطان. هل هذه علوم؟ ها. نكمل الحديث. لماذا هذه مكبرة الصوت؟ لماذا مكبرة الصوت؟ لأن الإنسان بالأمس القريب كان يسمع على بعد 15 كيلومتر. كنتوا كتسمعوا الحد ديال البرادية الجزيرة كيضربوا في الحيوانات في الصليخ. الآن ما بقيتوش كتسمعوا على 5 أمتار. لماذا؟ لأن كثرة الدبدبات الآن، كثرة الدبدبات والضوضاء من جراء الاختراع جعلت السمع الإنسان ينقص، وقد نقص كثير. إلا أننا الآن ما عدناش هذوك ليزوتيست اللي كيقلبوا الودن كثر ما عندنا ليزوكيليست اللي كيقلبوا العين. الناس كلهم كيقلبوا العين لانهم كيتفضحوا، ما يقدرش يقرا، ما كيشوفش حاجه، كيمشي عطل. ولكن لو كان عندنا الناس اللي قلبوا الودن غادي نلقاو بانها هي اللي تحطمت كثر من العين. الودن تحطمت كثر من العين. راكم شفتوا الان بدون مكبرات الصوت، مكبرات الصوت حتى في المنزل ما بقيتوش كتسمعوا. يعني ما شاء الله. وعلاش حتى في الخلق الداخل شكون اللي كيتخلق في الاعضاء له؟ جعل لكم ماذا؟ السمع والبصر والفؤاد. يعني الأذن في الخلق هي الأولى، فالأذن هي اللي كتأثر قبل العين عاد الفؤاد. الآن شوفوا أمراض القلب كي ولات كتزداد عند الناس، الكارديو فاسكولار يعني هذه أمراض القلب والشرايين الآن شحال 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 ولا. يعني ما شاء الله غادي نشوفوا العلوم في فين وصلت. فكانت الجاهلية على ما كانت عليه، كانت عندها قوانين أعراف، كانوا يأكلون الربا، كان الزنا، كان الفحش، كان الفسق، يعني كان الوئد، كان القتل، كان الاضطهاد، كان كل شيء. يعني في الجاهلية كان كل شيء. وكان الإدمان ليس على الخمر والميسر، إنما الإدمان على كل شيء. كان الإدمان على حتى على المنكر كان إدمان. فلما نزل الإسلام طبعا كان يجب يعني أن يصفي هذه الأشياء وأن يطهرها، فبدأ بالقرآن المكي، بدأ يرفع أولا من معنوية الشخصية لما تكتمل، ثم تأتي الأحكام. أحكام كلها جاءت في القرآن المدني، ما كانش تحليل وتحريم في القرآن المكي. فكانت الجاهلية شوفوا سورة الأنعام، شوفوا القوانين اللي كانت. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا بزعمهم. ياك وشنو تبعوا؟ وجعلوا لله نصيبا مما ذرأ من الحرث نصيبا بزعمهم، بزعمهم الزعم دائما غتشوفوا الآية الآخرية فيها الزعم، بزعمهم. فقالوا هذا لله وهذا لشركائه. شوفوا القانون اللي كان. فما كان لشركائه فلا يصل إلى، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. سبحان الله. هذا قانون. وكذلك زين لكثير من قتل أولادهم شركائهم، أولادهم اللي مشاركين معهم كانوا كيقتلوهم. شوفوا العدل، شوفوا القانون اللي كان بالجاهلين. يعني ولو شاء الله ما فعلوا. شوفوا كيف نتعلم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، تبعوا القانون زين ديال الجاهلين. وقالوا هذه أنعام وحط حجر، أنا يعني هذه ديال الحجر ديال غير الهمة رجال الدين اللي
اللي كيديروا اللي بغاو يقتلوا عيب يعني كما بغاو. وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها، هذه كانت قوانين في الجاهليه يعني. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على، وان يكن ميتة فهم فيه شركاء. سبحان الله، هذا قانون يعني ما تيشتركوا في العيالات حتى تكون ميتة، يعني عجيب. هذا ماشي قانون. هذا من اللي نزل القران، من وصل القران المكي باش بدا بهذا الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمنخنقة والمتردية النطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. يعني القران جا واضح تما كاع هذه الاشياء اللي كانت في الجاهليه حرمها الشرع، ما كانش في النبات، ما كانش في اي شيء الا في النصيب وفي الانعام. القران كله كاين الشرع في النصيب وفي الانعام صافي هو اللي فيه. الان طبعا العشر اللي صحت السنه، ثم الانعام هي اللي جا فيها الشرع فقط. الانعام اللي جا فيها الحلزون ولا السمك ولا الاشياء الاخرى ما جاش فيها، يعني ما كاينش فيها حرام، ما كاينش فيها التحريم في الامور هذه. انما الانعام بالذات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. القران ما وقفش، زاد الموقودة المتردية والنطيحه. علاش؟ لان اللي يجي واحد دابا يقول لك واحد من عجب ضربته سياره ما هيش ميتة، ربما تكون حلال. زاد حتى القياس اللي غادي نقيسوا عليه، حتى النطيحه، حتى الموقوده، حتى المترديه، هذو كلهم تاهما، والموقوده هذو كلهم تاهما، زادهم على الشرع مع الحرام. ليدقق، وصلت العلوم الان الى ان هذه الموقوده والمترديه والنطيحه هي فيها خطر اكثر مما في الميتة. ولذلك العلماء، سادتنا العلماء ما شاء الله كانوا اذكياء، فكانوا يقولون ان الترتيب لا يفيد في شيء. فالحرام حرام لا يعني ان الميتة هي الاولى حرام، عاد الموقوده ربما تكون لا. ترتيب هنا في الايه ترتيب لا يفيد شيء، ولكن من الناحيه العلميه ترتيب يفيد شيء، يفيد شيء 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 الكثير. فوجد العلماء الان على ان الخنزير فيه كل الامر باش ما نضيعوش الوقت، فيه كل الامر، فيه الدوده الحلزونيه، فيه الكامبيلوماكتر، فيه حمى تيفويد، فيه الليستيريا، فيه الياسينيا، فيه كلوستيديوم بيرفيجنس، فيه باسيلوسيتر، فيه كل شيء جراثي، فيه الفيروس، فيه التوفيريات، فيه هذوك الخمائر كونديدا البيكانس، فيه كل شيء الميكروبات اللي خلق الله كاينين في الخنزير. اضيف على ذلك، نزيدوا عليها المكونات الكيماويه اللي كاينه في الخنزير من هرمونات، ان الهرمونات تصيب مخ الطفل وتنقص المردوديه ديالو وتنقص الذكاء وتنعدم الرجوله عند الرجال. ما كتبقاش الرجوله عند الرجال، هذا تاثير سيكولوجي، تاثير على النفس. فكانوا يحاجوننا، انظروا الان المجتمع ولا مجتمع الحجه، ولا الناس يتحاجون، نعم، ولكن لتتحاجوا معهم يجب ان تكون لديكم علوم كافيه لتحاج هؤلاء، والا الاسلام سيظهر بمستوى متدني. فكانوا يقولون لنا في اوروبا: اذا قلتم ان الخنزير حرمه الله من اجل جراثيم فنحن سنعقمه، سنطبخه، سنقضي على الجراثيم وليس فيه خطر. فقلنا لهم: نحن لا ناخذ بالعلوم، انما ناخذ بالوحي، فالله سبحانه وتعالى حرم فهو حرام، ولا نريد ان نعلم لماذا حرم. هذه اولا. ثانيا: هل كان الصحابه، قلنا لهم، هل كان الصحابه رضي الله عنهم كانوا سينتظرون 14 قرن لتقول لهم العلوم بان ممكن ان نعقمه، ولا بان فيه الدوده الحلزونيه، ولا ان فيه حمى تيفوي؟ ما كانوش غادي يتسناو، يعني كانوا ياخذون بالوحي اولا، ثم العلوم تفعل ما شاء انذاك. وقلت لهم: الان علمتم ان هرمونات في 1980 ما كانتش معروفه، هاد الهرمونات اللي عاد وجدوا عند الخنزير، ومكونات كيماويه عاد لقاوها العلماء في امريكا عند الخنزير، بان يعني تفقد حتى يعني الوعي ماشي الذكاء عند الطفل. وبعض العلماء في امريكا يوصون الناس ان لا يعطوا الخنزير للاطفال ما دون الثانية عشر، لانه يؤثر على المخ ويؤثر على الذكاء. فنتبع دائما الصيام، نجد ان الله سبحانه وتعالى لم يعرف الشجره التي اكل منها سيدنا ادم من الجنه، لكن قال يعني لكنه ذكر الله سبحانه وتعالى شجره، ما تكلمش عن الحيوانات في الجنه، ما عرفناش واش كاينين ولا لا. انما طعام الجنه ما هو؟ طعام الجنه شنو هو؟ كله نبات 100%، لان ملي كنتكلموا على الجنه دائما كنلقاو اشجار، فواكه، فواكه ولهم ما يشتهون ولهم ما يدعون، دائما تلقاو فواكه، دائما تلقاو نبات، دائما ولا تلقاو عسل مصفى، ولا تلقاو انهار من لبن، ولا تلقاو يعني الماء، ولا تلقاو اشياء من هذا القبيل، ولا الخمور. هذه الاشربه والنبات هي اللي مذكوره في الجنه اللي كاينه في القران، انما الحيوان ما مذكور الا حاجه واحده اللي مذكوره في القران هي ولحم طير مما يشتهون.
باقي ما عرفناش الحيوانات الاخرى ما كاينش ما كاينش شي ايه فيها الاشياء. ولذلك الشرع يتشدد مع الانعام لاشياء كثيره. اولا يجب ان تكون حلال ان تذكى، والتذكيه هي قطع الاربع باسرع ما يكون مع ذكر اسم الله، جوج الحوايج هذه هي التذكيه. وجد العلماء الان ان الحيوانات التي لا تذكى فهي ميته، والحيوانات التي تذبح بدون اسم ذكر اسم الله فهي ميته من الناحيه العلميه. تكلم عن الناحيه العلميه الجراتي، كاين بحث عملوا واحد الفريق ديال 45 باحث طلعوا في سوريا، داروا واحد البحث قيم فيه الفقهاء وفي الاطباء في البياكره في علماء البحث العلمي، وجدوا ثلاثه الانواع ديال الحيوانات، فيها المذبوحه بدون تسميه بدون تكبيره الاحرام، وفيها اللي ما مذبوحاش يعني بالطريقه الغربيه، وفيها اللي مذبوحه بالتكبيره، ثلاثه الانواع. وجدوا ان الحيوان الذي يكبر عليه ويذبح معقم ما فيهش جراتي، ما فيهش جراتي تمام، اطباق بيتري كانت نقيه ليس فيه جراتي. وجدوا ان الحيوان الذي لم يكبر عليه والحيوان المقتول الاخر نفس العدد ديال الجراتي، هو نفسه. فعليه الى حد الان لم نقدر على ربط تكبيره هذه الله بسم الله الله اكبر، لم نقدر على التكبيره على الحيوان ربطها عضويا ب يعني تطهير الحيوان، انما كلمه دكة هي زكى، وكلمه تذكيه هي تطهير الماده، يعني اللحم يولي زكي رائحته جيده، هذه ما تعني التذكيه. فهنا علم التغذيه يشتمل. ثم ناتي على هذه الاشياء، اخذ العلماء يفعلون ما يشاء. جسم الانسان صمتم زين، جسم الانسان اصبح عند علماء الغرب محرك، انظر محرك، اذا لم نعطيه وقود سيتوقف، نعم ام لا؟ وهذا اكبر الان يا اخواني، قلت الان هذا السؤال اي واحد دايس في الصفحه يقول الحمد لله، من اين ستاتيني البروتين؟ والاطباء يموتوا كل شيء يصيحون بروتين، اذا ما كنتش العم بروتين تقدر تموت جسم بروتين لا يكون بروتين. فهذا العلم اللي هو في حد ذاته جاهل ادى بعلماء الغرب باش ينصحوا الناس بان اللحوم اذا ما كنتش اللحوم ستموت، لان الجسم لا يخزن الازو بروتين. فبدا الناس ياكلون اللحوم بكثره، تفشت الامراض، ارتفاع الضغط، امراض القلب والشرايين، كوليسترول، شحوم في الدم، سرطانات، حساسيه، حرب، كروم، سيليا وما الى ذلك. الامراض التي ليس لها دواء، انا ما كنتكلمش عن حمى تيفويد. الامراض التي ليس لها دواء، ارتفاع الضغط ليس له دواء، انا اقولها واكررها 100,000 مره. ارتفاع الضغط ليس له دواء، لا يمكن للشخص ياخذ اقراص ديال خفض الضغط طول حياته. هذا ليس دواء، هذا خراب وغلط. ويجب ان تاكلوا النخاله ولا الفصه. يأس. فذهبوا من سنه الانسان فسقطوا في سنه الحيوان. هذه ليست علوم يا اخواني، هذه ليست علوم. هذه جهل. ولذلك تشوفني دائما في المحاضرات ديالي اسخر من هذه العلوم. انا باحث طبعا، عندي مختبر وعندي 30 سنه بحث، ولكن توصلت اخيرا ان هذه ليست علوم، لانها لا يقودها الشرع. العلوم التي لا يقودها الشرع فهي خراب ودمار وضلال. يجب ان تنطلق من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آنذاك تكون علوم وتكون علوم صائبه. الغرب الان يوصون باكل اللحوم مره في الاسبوع. ما القران كله يتكلم عن النبات. سبحان الله. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من نخيل واعناب. إن شوفوا تما شنو كيقول الله سبحانه وتعالى؟ شنو كاين تما الان؟ النخيل ديما النخيل والاعناب والزيتون والزرع والرمان، هذا علاش كيتكلم الله سبحانه وتعالى، كيتكلم على الفواكه ما مسميهاش مبهمه، لكن الاشجار الاربعه المذكوره في القران معروفه هي التين والزيتون والنخيل والعنب، اربعه الرمان، زيدوا عليها الرمان ونزيدوا عليها شجره ما تتكالش سميتها الريحه. وكاين اشجار اخرى معروفه مذكوره في سوره سبا ما معروفاش، واش نقمة من الله سبحانه وتعالى لما أعرضوا، فلما أعرضوا يعني لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. شوف الناس كي كانوا يعني، ودائما ديما تعطيك الله النعمة وملي كتخرج على الشر كيعطيك النقمة. وشوفوا الآية ديال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله ماذا؟ لباس الخوف والجوع، جوج الحوايج الخوف والجوع. ديما الجوع تتلقى وحدها الخوف. ديما شوفوا القرآن كله تتلقاو الخوف، الخوف هو الأول عاد الجوع دائما. فإيه
هذه الحضرات سبا أشكال فيها، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. كاين ثلاثة الأشجار، كاين الخمط والأتل والسدر. السدر كيعطي النبق، ما نعرفش أنا واش النبق غادي يشبع الناس. هذه هي أشجار ثلاثة مذكورة في القرآن، والريحان هو الشجر اللي مذكور في الرحمن في سورة الرحمن، فشجر ليس للأكل إنما الكوسميتيك يعني التزيين والرائحة لإزالة الرائحة وما إلى ذلك، إنما الأشجار المعروفة اللي قلنا التين والزيتون والنخيل والعنب والرمان، خمسة أشجار هذو اللي مذكورين كلهم أشجار طبية. إذا أخذنا التفاح والموز فهو للأكل فقط ليس فيه طب، إذا أخذنا الرمان ففيه جلوكوز ماء سكريات وفيه كذلك طب، في حمض الطانيك الذي يحفظ الجسم من التأكسدة. نفس الشيء للزيتون فيه الأوروبين، نفس الشيء للعنب فيه ريزفيراترول، نفس الشيء للتين، والتين الآن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بأي شيء، لما أقسم بالتين والزيتون بما أن الله أقسم بالتين والزيتون فهو أقسم بعظيم خلقه، وإذا اجتمع التين والزيتون لا يبقى مرض في الجسم. والرسول صلى الله عليه وسلم حديث النقرس ديال التين إذا جمعته مع الزيتون، شنو هو النقرس؟ النقرس هو من كثرة الأكل، طبعا إذا نقصتم الأكل خدتوا تين وزيتون ما يبقاش ارتفاع الضغط، ما يبقاش قلب، ما يبقاش الكوليسترول، ما يبقاش الجليسيريد في الدم. يعني هذه أمور الآن تجارب الآن في كندا أجريت على 500 حالة، أن واحد طبيب أعطاهم العصير ديال الرمان لتر ديال عصير الرمان في اليوم ودار سنتيغرافي ديال القلب ولقى بأن ليس هناك عملية للقلب. هذه تجربة ما عمرها غدا دار في المغرب، يكونوا هاني المغرب كان غير الشركات اللي كيبيعوا الدواء، هذه جماعة عمرها غدا دار في المغرب. هذه تجربة أجريت طبعا في كندا، فريق طبي في جامعة أوتاوا الله أعلم ولا مونريال اللي جرى البحث، اللي كان كيعطي الناس العصير الرمان لا أقل ولا أكثر، عصير الرمان لتر كيعطي لتر حتى لتر ونص، إن شاء الله عندنا احنا الرمان في المغرب يشربوا حتى ثلاثة، يعني اللي عندهم قرب يشربوا ثلاثة، ولكن الشرط أن تتوقف عن استهلاك اللحوم، ما كاينش حتى كتاكل الشحمه في النهار وتقول انا غادي نصحنا، يمكن اما تاخذ اقراص القلب، انا ماشي دواء، الدواء كاين في الغذاء لانه مرض غذائي، امراض القلب مرض غذائي ماشي مرض جرثومي، فيجب ان تعالجها غذائيا. فنتبع علم التغذيه في القران ونشوفوا دائما القران اش يقول العلوم، وغادي نلقاو بان اخيرا ليست علوم، كان علينا ان ننسى العلوم وان ناخذ بالوحي يكون احسن، لكنا حفظنا اجسامنا وحفظنا حتى مجتمعاتنا من هذه الويلات التي اصبحنا نتخبط فيها. من يقدر الان على تصفيه الدم؟ دياليز. من يقدر على تصفيه الدم؟ من يقدر الان على بتر عضو؟ بروستات، رحم، تادي، على حنجره، الان ولاو كيحيدوا الناس الحنجره كي يحيدوا المعده كاع كله ويربطون هذه البلعوم يربطوه مع المعي الحنجره. هذه ليست علوم، هذه ليست علوم، الانسان ماشي تيترقع بالبرام ما شاء الله، هذه ليست علوم، انما الاصل في العلوم هو ان لا نصل الى هذه الويلات. هذا هو الاسلام يا اخواني، ما كيتكلمش على الطب العضوي. الا لقيت حديث ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الطب العضوي يقولوه لي، انا ما لقيتش، ما وجدت في سنه رسول الله الا الطب الوقائي، ولكن هو الاصل كاين الطب الوقائي فقط، وماشي الطب الوقائي ويعني مدروس بطريقه دقيقه. الرجل الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله، قال له انا ما بغيتش المرض وبغيت نبقى مزيان، شنو نعمل؟ قالوا لا تغضب مباشره، ماشي مشى قلب في الجوجل وفي الانترنت والكتب وعرض سوء الاستاذ ديالو، كان ياتيه الوحي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فقال له لا تغضب، قال ثم ماذا؟ قال لا تغضب، قال ثم ماذا؟ قال لا تغضب. الان امريكا تعزي 50% من الامراض للغضب، حتى ان شخص الماني الله اعلم كتب كتيب صغير سبب السرطان، وهذا كانوا قتلوا له ولده، كانوا قتلوا ولده صغير امامه، ومعاه تاثر حزن حزنا شديد وغضب غضبا شديد وتسبب له الغضب في سرطان، وكتب من جمله اسباب السرطان الغضب. والغضب يا اخواني هو الذي يحطم الجسم، لماذا؟ لان الغضب هو الذي يكون ماده الادرينالين داخل الجسم، ومادة الأدرينالين يعني ملي كتقلقوا راه تشوف الدورة الدموية تكثر الدورة الدموية يعني تكون على أشدها، فهذه مادة الأدرينالين هي التي تضرب جميع الهرمونات بما في ذلك الأنسولين. وهاد الناس اللي تيقول لي غادي تطلع لي السكر تهمة من الحقيقة، هي تهمة من الحقيقة، نعم في حقيقة هي، نعم لأن القلق عنده علاقة كبيرة مع السكري،
هذه والغضب يا إخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحالة النفسية، 50% جاية من الحالة النفسية الغضب. الناس اللي عندهم سرطان يجب أن لا يتجرؤوا وأن لا يقلقوا وأن لا يغضبوا أبدا، يتجنبوا الغضب. اللي عندهم حاسد ثقة ربنا أن لا يغضبوا، اللي عندهم قلب أن لا يغضبوا، اللي عندهم سكري لا غضبوا كارثة، أصحاب السكري لا غضبوا كارثة الغضب. ثم في حديث آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلخص الطب في كلمة بعض الكلمات، ولو أن بعض الأحاديث نرفع الفقهاء قالوا ماشي قليل. هل القصة ديال المقوقص اللي هدى الرسول صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة وعسل أبيض مصري وطبيب، فالفقهاء تقول لك ماشي حديث، لكن القصة متواترة يعني مروية، والقصة متواترة مروية ومكينة في السيرة، موجودة في السيرة. فيعني كل جارية إحدى جاريتين هي ماريا القبطية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغلة كانت عند الرسول اتخذها مضية كانت تركب عليها، بقي الطبيب شهر ما جاهر، ما كاينش المرضى في الصحراء، لا يمكن كانوا يأكلون شعير وتمر وحليب الإبل إذا كان عليهم، ماشي كلهم كان عندهم حليب الإبل، ماء البئر ولا ماء زمزم عليه، كانوا في مكة الآخرين كان عندهم ماء البئر، ولكن كانوا يعيشون 140 و160 بدون أعراض وبدون أي شيء. فمنهم من أدرك القرن الثاني، والقرن الثاني كاين صحابة أدركوا القرن الثاني. فهذه الأشياء يا إخواني كلها تأتيني مما نأكل. هذا الطبيب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، قال مكت يا رسول الله مكت فيكم شهر ولم يأتيني مريض. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يا إخواني والله أحلف لكم غير حانت، لو طبق الناس هذه القاعدة يعني لما هدمنا كل المستشفيات على وجه الأرض. لو اتبع الناس هذه القاعدة لهدمنا جميع المستشفيات، لأن الآن الناس في رمضان، الآن الناس في رمضان، في رمضان مش يأكلون يعرفون يعني المائدة فوقها 17 و20 نوع من الأكل، ولو أخذ شيء بسيط من كل أكل يكون جمع كيلوغرامين من الأكل. الجسم لصيام 16 سنة ساعة، هذا البحث كنت أنا شخصيا العام فيت أجريت هذا البحث، هذا وجدنا أن كيلوغرام حتى كيلوغرام ونصف ديال الماكلة في فطور داخل فيها الماء، داخل فيها الشاي والماء المصري، يعني كيلوغرام ونصف بمعنى زلافة كبيرة ديال الحريرة، بيضة، طرف ديال الخبز ولا جوج بغريرات، وفيها 7 تمرات، وفيها كاس جوج كيسان ديال اتاي، تقريبا جوج كيسان ديال اتاي 150 ملي، 125 ملي، غادي نديرو 150 غرام يعني ديال السوائل. اللي زاد كاس ديال العصير لا بأس نقبلو، كاس عصير هي يعني تمشي هذا الاكل هذا كله يمشي من كيلوغرام حتى الكيلوغرام 400 كيلوغرام كيلو ونص، 450 غرام كيلو ونص. اللي تعدى سانتون مزيان، اللي تعدى كيلو في الفطور فقد اهلك جسمه. اللي خذا 3 جلور ديال الحريره، 5 سمنة، يعني ونص كيلو ديال التمر، 3.5 كيلو ديال الشباكيه، وهذا يعني. واللي خذا الطاجين مع الفطور، واللي خذا 5 كيلو ديال السردين مشوي يعني في الفطور، هذا لقد يعني لقد قتل نفسه يعني هذا. فلماذا؟ لان الناس الان كما قلت اوروبا اتخذت الجسم كمحرك، اذا لم نعطيه وقود سيموت. والله سبحانه وتعالى يعلمنا عكس ذلك، يعلمنا ان الجسم ليس محرك، أنه ممكن أن يتكيف ويتعود لكل الطوارئ ولكل الحوادث. ويقول لنا الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات إذا لم تقدروا، لأن سيدنا آدم لم يقدر، خسر، لم يقدر، نهاه عن شجرة واحدة وخول له كل ما في الجنة، شكون اللي قدر يعرف الأشجار ديال الجنة؟ الله أعلم، واش 60 مليار واش 100 مليار واش لا محدودة، شكون اللي يعرف؟ ولكن شجرة واحدة نهاه عنه وأكل منه. ونحن كذلك، غير حنا ماشي كلنا من الشجرة، حنا كثرنا فقط. الناس اللي كيبلوا الحرام علينا هذوك لا يلزمهم الشرع، لا يلزم غير المؤمن، ولكن حنا كنكثروا يعني حنا كثرنا. غريزة الأكل هكذا الله سبحانه وتعالى جعله غريزي، ما تقدرش بعض المرات ما يصبرش، واحد تيشوف الدجاج محمر محطوط طبعا غادي ياكل. ولذلك أنا كنقول للنساء على الأقل ما تحطوش الماكلة قبل ما يودم، على الأقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات ويتر 3 5 7 ويقوم للصلاة حتى إذا أغطش الليل. عطوش لي أغطش الليل يعني إذا قربت صلاة العشاء تود أغطش الليل، صار مقديش شوف العدد. حتى إذا أغطش الليل عاد كيجي يفطر، بمعنى قدرنا إحنا تقريبا 30 دقيقة
ما بين الفطور بالتمر والماكلة. ثلاث ما تقدروش عليها. بالله عليكم خذوا غير خمس دقائق. فطروا صلوا ديك الصلاة ديال الصلاة ديال راكم عرفتوا كيف يصلي تيصليو باغي يسلم تيصليو باغي يسلم. على الأقل خذوا خمس دقائق من اللي تفطروا بالتمر. لا يجوز الإفطار علميا ماشي شرعا، شرعا الصيام ديالك مقبول، أنا ما كنتكلمش على الشرع. افطر باش ما بغيتي وصوم كيما بغيتي وكل اللي بغيتي، شرعا صيامك مقبول يتيمك الله عليك. لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان تلتقي السنه الكونيه مع السنه الشرعيه، ان 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 يتيبك في الدنيا والاخره بالاجر بالعباده، وكذلك يشفيك من الامراض. لماذا؟ لانه يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. لا يريد الله أن يشقينا بالصيام ولا بالصلاة ولا بالزكاة، لا يريد أن يشقينا. ما أنزلنا عليك القرآن ليتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فلا ما لا يريد أن يشقينا بالصيام، فيجب أن نستفيد من هذا الصيام على الأقل. فالأكل غريزة، إذا كنتم لا تقدروا على ضبط أنفسكم 11 شهرا فالله جعل لكم شهر واحد تضبطوا فيه أنفسكم على الأقل الصيام، ولكن تصوم. كاين رمضان وكاين رمضان. رمضان هو اسم الشهر، واسم الشهر لا يمكن نغيره، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر معروفين، منهم أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية صريحة 12 شهر. واحد سميته رمضان، ولكن الإنسان ملي كيكون صايم اش تنقولوا ليه؟ تنسميه رمضان، معنى رمضان على وزن جوعان عطشان تعبان ما إلى ذلك. يعني رمضان معنى جائع وعطشان في نفس الوقت، جائع وعطشان. فإذا لم يكن جائع وعطشان فهو ليس رمضان. نعم أم لا؟ فهو صائم رمضان ولكنه ليس رمضان. فيجب أن يحس بالجوع والعطش الشديدين، فليزيل الزوائد وليزيل الشحوم والتوكسينات والأحجار التي تكونت في الكلية وفي المتانة وكل شيء، لينفض هذه الأشياء على جسمه. يجب أن يحس بالجوع والعطش، يتحرك يأكل. نعم، وكثير من الناس من يضيعون طاقتهم بالرياضة نصف ساعة قبل الإفطار، هذه كارثة. من ينصح بهذه فهي كارثة. أنا تكلمت عنها يعني في عدة محاضرات. يا إخواني الأطباء ديالنا مازال كينصحوا بالرياضة، راه ما حناش الشعب ديال الرياضة، راه الرياضة كينصحوا بها في أوروبا، الناس ما تيديروا والو تيطلوا كالسي، حنا راه حنا تنضلوا نقلبوا على الخبز ديالنا، راه حنا كنديروا الرياضة بما فيه الكفاية. الله يرضي عليكم، القضية ديال أصحاب السكر كيقول لهم الطبيب ديروا شي شوية ديال الرياضة، أنا راه خطأ، راه ليس طب هذا، خصو يرجع بعد المجتمع المغربي يعرف كي تيعيش، عادي يمشي يقرا الطب في مارسي ولا في شي قنت. راه ليس هذا، ليست نصائح صائبة، الناس كيتحركوا كفا. هذه ديال تمشي تجري يعني، لكن انت غتعلف وتمشي تجري بلاش لا خير فيك، عريض ريحنا وريح الامه كاع. يعني كتعلف 5 كيلو ديال الماكله وتمشي تطيح جري باش تطيح، هذا ليس من الاحسن باش ما يكثرش الانسان الاكل ويتحرك في الحلال يكسب القوت ديالو. نعم ويعمل. نعم، ملي تقول له واحد الحجره تما دابا دوز شي سياره وتضربها زبونه تقول لك مالين البلديه، وفي العشيه كيمشي يضرب الاطنان ديال الكيلو الكالوريات كيضيعها في الغابه ويجي. هذا المجتمع يا اخواني، الاسلام راه عنده اسس ديالو، راه ما كاينش اسلام انك نهار الجمعه تمشي تصلي ولا نهار ملي اذن الظهر تدخل تصلي. الاسلام المعامله، الاسلام المجتمع هي تخرج برا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول خلوا بيني وبين الناس، ما لكم خلوا بيني وبين الناس. كان يخرج للاسواق وكان يخرج عند الناس، ماشي كان هو مريح يقول لهم قولوا لذوك الناس لا بغيتوش تامنوا انا غنجي عندكم، لا ابدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس، كان يصوم كان يصلي وكان يقوم، وكان حتى هو كيجري على العيش ديالو، كان كيخيط حوايجه وكان كيشطب دارو، كان كيدير اشياء. يعني تلقى شي واحد جالس، حتى يعني حتى القيمون الدينيون في المغرب ما تلاوش بغاو يخدموا، تيقول لهم اللي قال لك انا في المسجد. يا سيدي يعني اهلا وسهلا، نحن احببناك، بغيناك تكون ايمان ومؤذن. نعم، لاننا احببناك. نعم جيد، ولكن بالنسبه لي من الاحسن يخرج في النهار يخدم، من الاحسن يخرج يخدم. علاش؟ باش ما يكونش عندنا رجال الدين نهار الحد يدخل ليبليس يخطب على الناس ويتخلص، ما بغيناش يكونوا عندنا رجال الدين. حتى هو يخرج يسوق الطاكسي ويبيع يشري في الخضره ويكمل مع الناس ويدير التجاره، وملي توصل الصلاه يجي جوج الناس واحد يأذن واحد يصلي بالناس. نعم ام لا؟ من الاحسن يكون حافظ كتاب الله، من الاحسن يكون مسلم.
يحسن الصلاة، من الأحسن يكون يتقي، من الأحسن يكون من الناس الوارعين وما إلى ذلك، من الأحسن؟ نعم، لأن الإمام قدوة، ولكن حتى الناس علاش باش المجتمع ديالنا ما يكونش بحال المجتمع هذا؟ لأنه العالم تسلطت عليه الإيديولوجيات، تسلطوا عليه في السبعينيات، يعني عليه الدين بقى شوية يعني شاد داك الشيء اللي عطى الله، ذوك الناس ديالو، الله سبحانه وتعالى قيد للدين من يحمله، الحمد لله أن بقاو الناس شادين وعليه دابا أحسن من قبل، إن شاء الله خير، نحن نتفائل خير، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متفائلا، لولا الصبر ما انتصر نبي ولا صديق، يعني تعرفوا هذه ما يمكنش الأمور تجي غير هكذا، ولكن الحمد لله المجتمع لا يبنى هكذا، يعني تطيح من السماء بالليل، المجتمع يبنى بالحجر، والحجر هم الشباب ديال المجتمع، هم الحجر ديال المجتمع هم الشباب، يكون حافظ لكتاب الله، ويكون عنده علوم كونية، ويكون طبيب، ويكون مهندس، ويكون قاضي، ويكون محامي، ويكون إن شاء الله يعني حتى رجل أمن، ويكون دركي، ويكون في أي عمل، يكون حافظ لكتاب الله، ويكون في أي عمل، لأن المجتمع هذا خاصه الأمن، وخاصه الأساتذة، وخاصه الطب، وخاصه البيطرة، وخاصه الزراعة، وخاصه كل شيء، نعم، ولكن يكون حافظ كتير يكون أحسن، أنا أقول يكون أحسن، وممكن يحفظوا الناس كتابه. وقبل البكالوريوس يعني انا من تجربه الشخصيه ديالي عليه كانت ضربات لي عقده ملي كنت صغير هزوني من الجامع كنحفظ وحصلوني في المدرسه اللي كنت نستقبل هكا لان دخلوا لي على 17 ولا 9 سنين ولا 11 باش يقيدوا في المدرسه لان كان اللي كانوا حسن الوجهه في المدرسه الابتدائي كاين ما يبقى في المدرسه وقاعد ديك الصوره ديال هذيك اللوحه اللي انا كنت في المدرسه وعقده كانت تربع لأنهم شعراء
ولأن بارعين في اللغة ولأنهم يعرفون قيمة القرآن وقيمة كلام الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. فتبقى هذه الأمور داخلة في العادات ديالنا. كان واحد سيد يقول من ورائها النساء. لا، ليس من ورائها النساء أبدا، من ورائها نساء ورجال. هذه العادة هكذا ترسخت عندنا في المجتمع، والناس ولاو الآن يفتخرون بالماكلة السكين والشوكة، وكل واحد في الصحن دياله فمائدة على الكراسي. العلماء الآن قالوا بأن جلوس الأكل هو الجلوس على الأرض متكئا على الركبة. شكون اللي كان كيدير هذه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يتكلمون عن روبا روبو، أن الأكل بالراحة بالعربية. كاتبين كبيرة روبا روبو، خصك تأكل بالراحة، الأكل بالراحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض، واللي بغى يرتاح مزيان ويأكل يجلس على الأرض ويتكى على ركبته ويأكل جيد، يأكل مزيان. نعم، لأن المعدة مشتور حرف لاتيني، هذا جي غير بحال القرعة السلوية، غليظة من تحت وصغيرة من الفوق، يعني اللي كتك هي كتلوى إلى لقيتيها بالركبة ديالك فتكون استراحة شي شوية، تتسنى تاهي استراحة شوية وتاكل على راحتك. يعني شوف السنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء الآن 14 قرن هذه وهم يتضاربوا في المختبرات يخرجون بأقل من تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الحديث بالقول، حتى الافعال ديالو كانت سيره نبويه، حتى الافعال ديالو حتى هي كانت من السنه النبويه اللي خصنا نتابعوا. يعني الكميه ديال الاكل، الوقت ديال الاكل، الشكل ديال الاكل، الجلوس ديال الاكل، والله يا اخواني غادي علي اشياء ما شاء الله لا استحي في قولها، خصني نقولها، لان الامور اللي كتهم المجتمع كنتسمى انا يعني مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. اذا ما غاديش يعني تبهضوا، دائما كاين الجديد، لان علي أنا متيقن أنكم تتسناوني نجيب الجديد، أنا إن شاء الله غادي يكون الجديد. الآن بعض العلوم بيّنت أن الجلوس للتبرز على هذه المرحاض الرومي، عرفتوا ذاك الكرسي، بأنه يسبب بعض التمزقات في المعدة، لأن هذا المرحاض ولا حتى من الناحية الشرعية، من الناحية السنية، ولا يمكن أن تتوضأ. والغريب أن حتى الناس ديالنا النبي والسنة والإخوان اجتاهوا ما عندهم هذا المرحاض الرومي اللي كيسموه المرحاض الرومي وكيسميه بيس أمري، اجتاهوا ما عندهم هذا المرحاض الرومي. أحسن جلوس يا إخواني للتبرز هو الجلوس الذي اعتاده الله سبحانه وتعالى لبني البشر. يا أخي عندك جلوس، عندك حالة للنوم، للضجاع ديالك في النوم سن، وعندك حالة اللي كتصلي عليها كتجلس على الركبتين باش تسجد وتركع، وعندك الحالة الهيئة ديالك، عندك هيئة للنوم وهيئة للصلاة وهيئة كذلك للتبرز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كل شيء، حتى أن الروم ضحكوا عليه بل يعلم أصحابه وحتى التبرز. نعم، علاش ما يعلم؟ لأن أمراض كثيرة الآن شوفوا الناس عندهم سيلان بالدم وعندهم تمزقات في الأمعاء وعندهم أشياء خطيرة، حروقات وما إلى ذلك، يعني في المستقيم وفي المعي الغليظ، وهو هذا الهيئة التي يجلس بها على هذا المرحاض الجديد الذي قالوا أنه متقدم، وأن العرب ما زال عندهم كسموه مرحاض بلدي عروبي، ما غادي يمشي يدخل عنده الناس، وكاين يسدوا بالساروت ليعود شي ضيف يشوفوا عنده، لأنه عار باش يشوف عنده هذا المرحاض بلدي. أنا باقي كاري الحمد لله، باقي كاري ما عنديش الدعوة، وما عمرها غتكون عندي، بس سمعتوها عندي عرفوا بأن كاينه شي حاجة إن شاء الله. الدار اللي سكنت فيها كان ريم، هذيك هي الأولى، كرهتها بالدياء عاد نقول بسم الله إن شاء الله سندخلها إن شاء الله بسلام، عاد أقرأ فيها القرآن لأن كنت فاجأ أشياء أخرى وما إلى ذلك، تحصن بالقرآن وتقعد مزيان تنقى تجوز فيها الصلاة صافي، يعني هذيك الساعة إن شاء الله نبدأ السكن ولا تحولنا لشيء أخرى حتى هي نبدلوا لها، ولكن ملي نبغي نخرج تيجي من الدار يقول لي غر كيغرمني هذاك المرحاض الرومي ما شاء الله. يعني أكثر من ذلك أن الآن العلماء وجدوا على أن الأطفال ربطوا كثرة النظافة بالسكري وبالسرطانات. فهمتوا ولا لا؟ كثرة يعني كثرة النظافة، الناس اللي كيدوشوا خمس يعني كيغسلوا 5 مرات في النهار كامل وما تحت الدوش. الله سبحانه وتعالى شرع الوضوء بالماء، الغسل هو مرة واحدة في حالة الجنابة، في حالة الجنابة. والوضوء الصغير اللي كنسميوه حنا غسل الأعضاء للصلاة هذا جائز. وأحسن شيء للبشرة ماشي هما المراهم اللي كتشريهم من الصيدليات، أحسن لا للنساء ولا للرجال، أحسن شيء للبشرة هو الغسل الوجهي بالماء الدافئ.
غير غسلوا وجوهكم بزاف المرات بالماء الدافئ وغادي يبقاو مزيانين عليهم نور ان شاء الله عليهم نور الايمان. فالان ربط العلماء ان كميه المغنيسيوم الماده ديال الروبيني فيه المغنيسيوم وملي كتغسلوا بزاف هذاك المغنيسيوم يسبب تا حالات من الحساسيه وحالات كثيره من امراض اخرى. عجيب يعني لو قلت تابعين هذه الحضاره والله ليست حضاره يعني فالحضاره هي التي فيها سعاده الناس تسمى حضاره. اما التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ليس فيه سعاده الناس فهو ليس حضاره لا نسميه حضاره. كانت حضاره اسلاميه نعم كان الناس سعداء بهذه الحضاره اما الان ليسوا سعداء اشقياء تمام الشر. اكمل الحديث فوجدوا كذلك على ان الاطفال الصغار يجب ان يحتكوا بالغبار وبالتراب وما الى ذلك بمعنى ان الاطفال خصهم يمشوا للبديهه على الاقل شهر في السنه من العام الاول او من الشهر الاول حتى يوصل عنده 16 سنه الطفل خصو يمشي للبديهه على الاقل شهر. علاش؟ باش ياخذ التلقيح الكافي ماشي اللقاحات اللي كنديروا في المستشفى باش ياخذ التلقيح الكافي شويه ديال الشميولا شويه ديال الغبار شويه ديال الشوك الهنديه ما سبب الى ذلك. الشوك الهنديه نعم الشوك الهنديه كيزيد في المناعه لماذا؟ من الناحيه العلميه ان كل الاشياء التي تخدش الجسم يعني تدفعه الى صناعه هذه المضادات في زونتيكور هو الاساس ديال اللقحه كيدخلوا لك جرثوم اللقحه راه جرثوم دخلوا لك باش الجسم ينفعل معاه راك مشتو كتنفخ وتحمر باش الجسم ينفعل تتمشي العروبيه كتقص كمشني ولا كتدخل تجري ولا دير نعم ولا بقاو تم تفوتكم هذاك بقاو في الباديه يفوتكم لان هذيك اللي تنسمى بالفرنسيه سونسيبيليزاسيون هذيك اللي خاصها تبقى تكون لان هذيك اللسعات هي كتزيد في مناعه الجسم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في واحد الحديث ما من شوكة تصيب كاين الحديث ديال الشوكة نعم نعم والله حتى من الناحية العلمية يعني فيه حسنة شوكة تصيب العبد لا فيه أجر هذه الشوكة التي يعني تدق هذا الشخص في ما في فجول لا في ذي ولا في الدد ديالو تزيد في مناعته تلقح الجسم الشوكة. وبعد الأبحاث الآن غادي نلقاوها كتبوا بالإنجليزية فلي يعني اف ال اي اي فلي فرنسيه كتبوا فلي في الجوجل غادي يخرجوا لكم الابحاث اللي تعملت على الاطفال اللي كانوا تيقرصوا من الجمل والباقوت ما كيجيهمش التهاب كبد السي وصفر لبي والسيف ما كيجي عرفتوا علاش؟ لان هذا القمل والباقوت كيحجم لهم لا اقل ولا اكثر هي نفس التقنيه التي استعملها انا الان طبيعه التهاب كبد بي والسي خصو اول خطوه بسم الله الرحمن الرحيم يعني ألف لام ميم هذه ده سورة البقرة يعني أول حاجة يبدأ بها هي الحجامة التهاب كبد بي وسي والأ خاصو الحجامة عاد يتكلم عاد يدير التحليلة ويبدا الكوارث الأخرى اللي غادي يمشي للانترفيرون غادي يدبر راسو المهم حصة ديال الحجامة باش يهبط لي ترانسامينات وباش يحبس هذاك الفيروس السي ولا البي يحبس الحجامة هي أول رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع إلى حديث الحجامة يعني طبعا فهو حديث ثابت وهو يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم كل سنة يعني كان يحتجم فتبعوا مزيان شوفوا العلوم في غدا توصل يعني كثرة البذخ ولا كثرة حتى كثرة النظافة الآن اليابانيون يقولوا أن كثرة النظافة تزيد من عدد السكري هذوك الأطفال اللي كيبقاو مواتهم يحكوا فيهم بحال كتحك في اللفت ولا في الغراب هذه كثرة النظافة وشتوا دابا حتى ذوك الخروق هذوك الضمادات ديالهم حتى هما ولاو صناعيين والمرأة ولات كتبدل الود كلها الساعة كاين اللي عندها تقريبا هذيك العلبه هذيك الكميه ديال 12 خرقه اللي كتشراك اللي كتستهلكها في النهار في يوم في النهار يعني هذه كثره النظافه ولكن ثاني مشيت خلي الاطفال يتوسخوا علي ما ديروش لهم فهم مخالفه يعني ياك ما تفهموش فهم مخالفه علي ف يعني كثره النظافه لا ولكن ثاني لازم النظافه لان ديننا دين النظافه ولكن دين النظافه عند حدود هي الغسل كتغسل فقط صافي كتغسل اما الناس يبقاو عليها فازيد نزيد نكمل البحث الاخير اللي تنشر حول سرطان الثدي راكم تشوفوا اللي كيدير سرطان الثدي طبعا الاطباء ملي كيحيدوا الثدي كيحيدوا حتى هاد الوسيسه الدخلانيه اللي هنا ديال الغده اللي كاينه تحت خاصها تحيد لان كاين واحد القناه ماشيه ليها فلا حيدوا الثدي طبعا هذيك غادا تعطي سرطان فيما بعد علينا لحد الان هذاك الشيء اللي كاين في الطب ماشي داروها من رسوم هذاك الشيء اللي قراوه الشيء اللي كاين ولكن لقاو الان بان هذاك الرائحه ديال الابط اللي كيديروها النساء الرائحه ديال الابط فيها الالومنيوم لا
لقاو بان هذاك العرق تيمص هذيك الرائحه ويسبب سرطان الثدي. اكثر من ثلث سرطان الثدي في امريكا تسبب رائحه الارض. ما شاء الله ما شاء الله. الناس ما بقاوش باغيين يشموا العرق ديالهم. ما العرق ديالك ما قادرش تشمه ان شاء الله. فسبحان الله هذه الاشياء الان العلماء يعني كنبين لكم يعني الناس كيفاش كانوا كيعيشوا، ولكن الناس باهضون. يعني بديت كلمه الانبهار والناس انبهروا لاي شيء ونساو كل شيء وسقطوا في الويلات. يجب ان لا ننبهر، ان لا ننبهر. عندنا الشرع ديالنا وعندنا ديننا وعندنا العلوم ديالنا وعندنا الطب ديالنا وعندنا السنه النبويه الشريفه فيها كل شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضيع الوحيد الذي بقي في الباديه كم؟ 5 سنوات. الرضيع الوحيد الذي بقي في الباديه 5 سنوات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتجي حليمه السعديه من واحد القنت في حد الدنيا من بني سعد حتى لمكه، وامهاتها تعطيها الولد وتقول لها ديه معي. بالله عليكم تقدر شي مره دابا تعطي ولدها حتى لختها. تقدر تعطي ولدها دابا، كاينه شي مره تعطي ولدها ولو في الطبق الاول ولو حداها جارتها الدار اللي حداها. لا غير هي اللي ولدت وولدها غير هو اللي كاين وعندك المرض ولا يتروح هو كيمرض وتروح. فسنه الرضاعه يا اخواني هي اللي قسمت هذا المجتمع. لو بقيت سنه الرضاعه قائمه لما كان هناك امراض عند الاطفال. كاين النساء الان جافات عندهم اجتفاف ديال الثدي ما عندهمش حليب. وكيولدوا كتولد معاها مرة في نفس الوقت عوض ما تعطيها الولد تردعو يولي ولدها وتولي ختها ولا عندهم نسب. ياك يكسبون نسب ما تعطيهاش الولد تردعو ولا حتى تسألها ولا حتى تطلبها. ما شاء الله. يعني لازم نرجعوا لهذه السنة ديال الرضاعة لأن دابا عندنا أخطار كبيرة الآن تتهدد الأطفال درجة يا إخوان صمتوا لدرجة أن أطفال الآن يزدادون بسرطان كيتسمى كونسير أمبريوني كيكون داخل كيتكون في الأمبري كيتكون في الجنين. هذا السرطان الجنيني يعني سرطان الان كيتكون عند المراه مازال حامله يعني عند الطفل. يعني تكون شمره وعيح، تكون خدامه في شي معمل فيه كيماويات، تكون تاكل اشياء خطيره عليها يعني تولا تكون تعمل كوزميتي تكون تصبغ راسها ولا تكون مثلا تصيد سنانها ولا تكون شي حاجه وهي حامله. فالرضيع كي هذا الجنين يصاب بسرطان داخل الرحم وهو في رحم امه. هذه اشياء خطيره يجب ان ننتبه اليها. ثم نعود لنربط هذه الاشياء كما قلنا ما بقاش علم التغذيه ولكن واخا نزيدوا عليه اشياء عليهم نحن نستفيد لما لا. كيف ما كان الحال نديروا 3 محاضرات لما لا. ارجعوا دائما للتغذيه لان التغذيه الان اصبحت هي الكارثه رقم 1 بعدها البيئه عاد بعدها الاشياء الاخرى. حتى السكن الان شفتوا الدور في مدينه الدار البيضاء بني من الله شحال كيسقفوا الله على ما عرفش، ولكن مدينه الدار البيضاء ولا السقف ديال هذوك الديور اللي غير بني سقف شفتوا يعني السرعه باش غادي العمران يعني ها يتطاولون في البنيان. دابا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا عليه الناس في الباديه كلهم باعوا الارض ومشاو شراو دار في الدار البيضاء. ما عرفتش انت غادي تسكن فيها ولا من بغاه ما عرفتش علي السكن ديالو ديال السكن يسكن فيه ماشي سكن. فالدور في الدار البيضاء مسقفين على 2 الامتار ونص. لا يمكن مدينه الدار البيضاء الان بكثره الدخان ولا حتى ابني بالله يعني عندكم جبل انتم حابس عليكم كاع. هذا مدينه الدار البيضاء يا اخواني هي كثره الدخان ديال السيارات والاسقف عندها على 2 الامتار ونصف خاصها تكون عندها الحساسيه 100% 100% عند الاطفال 100%. ربما هذوك اللي شي شويه فيه كبار شي شويه بحال العمر ديالي اللي شويه عندهم مناعه مازال كثيره ولا حاجه هذه يكون تقريبا 90 صفوف 80 90% راكم شفتوا الناس الضيقه دابا يعني الربو والحساسيه شنو ولا عندها. يعني الاسقف طبعا وكثره الدخان شنو غادي ياكلوا هاد الناس هادو باش تحيد منهم هاد الحساسيه؟ انا لا ارى. فنزيدوا نكملوا العلماء جاوا البحث العلمي ما كاينش القران والسنه في الغرب ولا في امريكا لا هذوك المتخلف هذوك ما عرفوا. احنا غنعرفوا وسنعمل جادين لنكثر الانتاج مخافه الجوع لان الارض اذا بقيت على هذه الاشياء فالارض لن تكفي. واش الارض كافيه ام غير كافيه؟ وباش كتقولوا الحجه ديالكم شنو هي؟ الله لما خلق الكون واش غلط؟ كان ممكن يغلط؟ ملي خلق الكون واش كان عارف شحال غادي يكون عليه؟ عام اكيد 100% اكيد مطلق كان عارف شحال غادي يكون عليه. يعني اذا الا ما قدتناش الارض فاننا نكذب القران نكذب الله ولا الكون ما خلقوش الله لان هما في الغرب تيقول لك لا نتيجة بيان في لي شورت يعني الطبيعه هي اللي دارت هذا الشيء غادي يعبر لا ما يمكنش والله ما يمكنش هذا التدقيق كله يكون هكذا يعني عفوا والله سبحانه وتعالى يقول قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض والسماوات خلق الارض في يومين وجعلوا لنا اندادا الحق ديال الارض تمثيل جعلوا لنا اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها اشخاص
أربعة أيام سواء للسائل، يومين للخلق ويومين للقود. الأرض خلقت في يومين ويومين كل تقدير للقود ديال الأرض. ويجوا العلماء ديال الغرب يقولوا لنا الأرض ما غاداش تقد. ها الانفجار الديموغرافي، شوف يعني هذه الكلمة بالشعوب ولات بشعة. الانفجار الديموغرافي، شحال كانوا كيولدوا من قبل؟ 26، شحال كتولدوا أنتم دابا؟ صفر ولا واحد. ما نعرفش أنا فين هو هذا الانفجار الديموغرافي. المغرب زادوا السكان ديالو ولا نقصوا؟ الإحصائيات الأخرى شحال كان عندنا؟ إيوا غير لوطو ذاك رسموه، ولكن على 32 مليون ولا 32 مليون خصنا نكونوا دابا 38. يعني دابا الإحصائيات الأخرى قالت 30 مليون رسميا ياك ولا؟ يعني واش نقصنا ولا زدنا؟ ما شاء الله، يعني ما عرفش أنا فينا واحد الإنفجار الديموغرافي. دابا الماكلة عام شتا، دابا الماكلة شيطة. يعني لولا الدرا والشعير كيتعلفوا الحيوان، بالله عليكم واش نخدم ما قالتهاش الناس؟ ما شاء الله. فعلى أي مشاو من هذه التخمينات كتبوا الإنتاج لا تأكل الذرة والشعير لأنها علف للحيوان. يجب أن نعلف الحيوان الشعير والذرة كي يعطينا لحم ونأكل اللحم. كل شيء عارفين هذا الطرح ياك وطالعين كنا كنقراو حتى في الثانوي. نعطيو الشعير والذرة للحيوانات باش يسمنوا ناكلوا اللحم ما ناكلوش الشعير والذرة. خطأ. الآن ولا تقولوا وقفوا اللحوم، رجعوا للشعير والذرة. فينا هو الشعير والذرة ما بقاش. فينا هو القمح ما بقاش. الآن المسببين الأساسيين، ثلاثة الأسباب ديال الحساسية اللي كاينة على وجه الأرض، غادي تعرفوهم إلا عرفتهم من الأحسن تعرفوهم، ها غادي تخرجوا بهم، هما القمح والبيض واللوز. اللي عنده الحساسية الثلاثة هادو شوية حدا منهم، الأحسن ياكل الشعير ماكلش القمح. وكذلك القمح المستورد، القمح المستورد يسبب الحساسية أكثر من القمح المحلي. القمح المحلي تاورا البذور ديالو مستوردة، مابقاش القمح المحلي. ملي كان المغرب المستعمر كانت عنده 65 نوع من القمح. اللي باقي الان في هذاك الميزي دو باري باقي الان عندهم عينات 65 نوع. الان عندنا ثلاثه الانواع وعير نوع واحد تقريبا اللي متداول، ثلاثه الانواع منهم جوج ديال الطري وواحد ديال الصلب. ما عندناش قمح، ما بقاش عندنا قمح، كله مهجن بهبريد. عندنا ثلاثه انواع، كانوا خمسه دابا بقاو غير ثلاثه، لان النوع الاسباني هو اللي لقاو في المغرب كيزيد مزيان. فالقمح والبيض واللوز هادو هما اللي كيسببوا الحساسيه. فالعلماء بداو تيخدموا، بداو تيغيروا في الاشياء. الدجاج علاش نتسناو 90 يوم باش يعطينا كيلو؟ هذه ماشي خدمه الله سبحانه وتعالى، ما عرفش. ها نديرو العلوم غادي يولي عندنا كيج كيلو نص على 48 يوم، ولكن سترى سترى سيوكلك الله سبحانه وتعالى نفسك وسترى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون. يعني علي شوف واش غنرجعوا ولا ما رجعوا، لعلهم يرجعون. فيعني هذا الفساد هو ان اللحم الان افسدوه. الان عندهم في الغرب ولا الزيت الرومية ولا الغنم الرومية ولا الماعز الرومي ولا البقر الرومي.